احنا جنب في الكلمه ديالكم السيد الرئيس ان حنايا كنبغيو يكون الهدوء وكنبغيو يكون فعلا الطمانينه والحوار وما الى ذلك، وكانه درس في الاخلاق. احنا كاملين كنبغيو الطمانينه والحضور وكنبغيو تتاح لنا الفرص اننا نخرجوا اللي عندنا ونحتاحنا نبادروا في بناء مدينتنا، ولكن مع الاسف الشديد السيد الرئيس ما كتسيحولناش الفرصه. انا والله العظيم من حد الان يعني جالس يعني 4 سنين دابا، والله ثم والله الا مصدوم بالسياسه ديالكم كاملين. انا نقول لك علاش كنمر وكاننا حنايا اعداء ديالكم، ما عندنا معكم والو، نحبكم في الله، اش عندكم يا كلاب؟ شنو بيناتنا؟ ما عندنا حتى شي حاجه معاكم. ما كيشوف فيك بالغنزوره اللي بابا باش يقول لك السلام عليكم، اللي باغي كيتفاداك يا كلاب. حنا كنعملوا هنايا سياسه، والله العظيم الا جئتم بشيء من غريب علينا في المجالس، والله العظيم الا غريب. الناس اللي كيجيو مواطنين كان واحد الحوار والتواصل معاهم، ما كانش يكون صداع. وسيد الرئيس كنتو تنزهو ما تبقاش يدخل معاهم في النقاش، ولا كان هو واحد كيهضر خطا وما عرفش القانون انه ما عندوش الحق يتدخل في الدوره وما يتكلمش، نجالو وخلي السلطات المحليه انها هي تقوم بالواجب ديالها وتفاهموا هاد الناس. الا كانوا كيجيو عندك وكتستقبلوهم وكتهضروا معاهم وما يكونش الاقصاء، لان انا كنقول كاين اقصاء. عرفتوا علاش؟ لان حنا مقصين، حنا اعضاء منتخبين كنمثلوا الناس، فما بالك المواطنين العاديين انهم حتى هما ماشي يكونوا مقصيين. دابا الان عندك يقولوا انا كنحرض عاونيت، ما كنحرضش شي واحد. شوف حنا عندنا الحمد لله عندنا ما نقولوا، عندنا تجربه وباغيين نفيدوا المدينه ديالنا حتى حنايا وباغيين نشربوها. قلت السيد الرئيس خرقتوا القانون. السيده سميه فعلا خرجت من المكنونات ديالها، وهذا باين لان في جدول الاعمال حتى رجعنا حنايا كنشوفوا في جدول الاعمال اننا عندنا البيع، عندنا التفويت، عندنا مشاريع موجوده. احنا باقيين كننزعوا لها الارضيه ديالها النزع الملكيه. عندنا يعني واحد التخبط ما فهمتوش انا، وعاد امسك كنعرف الاشاره ديال عندكم التقارير ان كنشيلوا السوق مثلا باش تنسالوا الملكيه ولا كذا. السوق مبني الا ولا كان شي سوق اخر ما فراسناش، الله اعلم. ثانيه ما كنعرفوا مبني ومكمل، عاد ما تنسالوا الملكيه. وسبق لكم انتم سبق لكم ما جبتوا لنا في الدوره هذا الطرح هذا ورفضتوه وعاودتوه، دابا كنعاود يعني. ما هذا التخبط؟ انا نخرج عاود تعرف ملي نخرج على الشرطه السيد الرئيس. ردني كنعرفك عندك روح رياضيه، وهي بغيتي تكون حتى في جميع النقاط. قلت السيد الرئيس اننا حنا بغينا نشارككم، وبغينا حتى حنا نشاركوا في المدينه، ما تخليوناش نقصيه. والله جزاكم بخير، لان كاين الاقصاء التام على مستوى المقاطعات وعلى مستوى مجلس المدينه. والله العظيم الا يحس في نفسنا هذه الطريقه الابداعيه اللي بداتوها في تسيير مدينه طنجه، وهذا اللي كيخليكم انكم تخطوا بزاف ويبقى لكم ارتباك. وشكرا سيد الرئيس.